تصل الكرة ناحية محمد كسرى لمصطفى كرشوم. كرشوم يلعب العكسية داخل منطقة الجزاء، محاولة الراسية، جول الجزولي نوح، ينجح في الوصول إلى شباك الأهلي مروي من كرة راسية عملت جمب باصطدامها بالأرض، خدعت حارس المرمى عبد الله آدم، وأعلنت عن مولد أول أهداف المباراة وأول الأهداف المريخية في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول. شوف العكسية من مصطفى كرشوم، ارتقى اللاعب الجزولي ولمس الكرة بقدمه اليسرى، اصطدمت بالأرض وولجت الشباك، وأعلنت عن مولد أول أهداف المباراة وأول الأهداف المريخية. خطأ كبير على مستوى التغطية الدفاعية من جانب فرقة ملوك الشمال، نجح الجزولي نوح باستفادة من هذا الخطأ وقطف هدف أول لمصلحة فريق المريخ وأول في المباراة. بخيت محمد الرشيد يلعب لرمضان عجب خلف الدفاع، خلف موسى قديم، رمضان وموسى قديم يخلص رمضان في المرمى، جول جول مريخي ثاني عن طريق المخضرم رمضان عجب بخبرة المواعيد الكبيرة من لمسة واحدة بعد سقوط الكرة خلف موسى قديم، يسدد رمضان عجب بيسراه مباشرة في المرمى، هدف مريخي ثاني. شوف الكرة سقطت خلف موسى قديم، رمضان لم يكذب خبر، من تداخل ولمسة واحدة سدد مباشرة بيسرى في مرمى الحارس عبد الله آدم، أعلن عن مولد ثاني أهداف المباراة لصالح المريخ. رمضان عجب ربما يعاني من الإصابة، وربما يجري للمريخ تبديل اضطراري بمشاركة ربما أحد البدلاء وفي مقدمتهم كابتن بشير بديلا لرمضان، شاهدناه قبل لحظات من الآن يعود من خارج الملعب بعد تلقي الإسعافات، ورمضان من أول لمس للكرة يسدد في المرمى ويحرز ثاني أهداف المباراة وثاني أهداف المريخ. تحية من صلاح نمر لمحمد هاشم، شوف محمد هاشم خلف الدفاع خلص الكرة، حاور حارس المرمى وسدد في المرمى الخالي، هدف المريخ الثالث في الدقيقة 41. إذن الدقيقة 41 شهدت ثالث أهداف المباراة.